السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نركز على الدرس الثالث، الحساب الحرفي وقواعد النشر والتعميل، دائما في إطار الدورة التكوينية في مهن التربية والتكوين، وخاصة في مادة الرياضيات للمقبلين والمقبلات على مباراة التعليم. دائما هذه الدروس حصريا على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. قوموا معي باش نعرفوا التفاصيل ديال هذا الدرس، مجموعة من التطبيقات غادي تفهموا بها الحساب الحرفي وقواعد النشر والتعميل. على بركة الله. الحساب الحرفي، إذا الحساب الحرفي هو حساب يتم على تعابير تتكون من الحروف والأعداد المعلومة. يعني عندنا واحد التعبير حرفي بحال هذا الشكل، هذايا أ يساوي 3 زائد 2 أ ناقص 2 زائد 4 أ، هذا يسمى تعبير حرفي أو حساب حرفي. هذا تعبير حرفي، يعني كيتكون من أعداد معلومة 3 و 2 و 2 و 4، وكذلك من حروف أ مثلا و أ كذلك. الآن غادي نعرفوا كيفاش نبسطوا هذا الحساب الحرفي. إذا تبسيط تعابير بمجهول واحد، مثلا بحال هذا التعبير هذايا اللي شفنا، هذا التعبير أ، يعني كاين واحد المجهول واحد، يعني حرف واحد اللي مجهول هو أ، ياك؟ إذا خصنا نعرفوا هذا أ كم يساوي. إذا لتبسيط هذا التعبير نستعمل الطريقة التالية. إذا تبسيط التعبير يعني كتابة هذا التعبير بأقل ما يمكن من العملية. كيف ذلك؟ مثلا هذا التعبير، مثلا لدينا 3 زائد 2 أ ناقص 2 زائد 4 أ. إذا هنايا كما كتلاحظوا عندنا 3 ديال العمليات، عندنا المجموع هنا والفرق هنا والمجموع هنا. إذا المعنى ديال تبسيط تعبير حرفي بمجهول واحد يعني كتابة هذا التعبير بأقل ما يمكن من العمليات، يعني تقليص عدد العمليات من 3 إلى مثلا عمليتين أو عملية واحدة. ناخذ مثال ديال تعبير حرفي بغينا نبسطه، ناقص 1 زائد 5 أ زائد 6 ناقص 3 أ. إذا الجواب هو على الشكل التالي، إذا ناقص 1 زائد 5 أ زائد 6 ناقص 3 أ. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو المجاهيل مع بعضياتهم والأعداد المعلومة مع بعضياتهم. إذا 5 أ ناقص 3 أ، إذا هاد 5 أ جبت قدامها 3 أ، إذا 5 أ ناقص 3 أ زائد 6 ناقص 1، إذا 5 ديال أ ناقص 3 ديال أ، إذا شحال؟ هي 2 أ زائد 6 ناقص 1. إذا هنايا كاين قانون الإشارات اللي ذكرناه في الفيديو الأول، اللي متبع معنا الدورة التكوينية من الأول واللي ما متبعش يمكن له يرجع للفيديو. زائد 6 ناقص 1، إذا هنايا عندنا المجموع ديال الإشارتين مختلفتين، خذوا إشارة العدد الأكبر اللي هي موجبة، زائد، إذا زائد ماذا؟ 6 ناقص 1 هي 5، إذا الجواب هو 2 أ زائد 5. إذا قمنا بتبسيط هذا التعبير من مجموعة من العمليات، 3 عمليات، فأصبحت فقط عملية واحدة. إذا هنا تمرين تطبيقي، بسط التعابير التالية، عندنا أ هي 5 إكس ناقص 3 زائد 2 إكس ناقص 2، عندنا ب يساوي إكس زائد 5 زائد 7 إكس ناقص 4 إكس ناقص 3، وعندنا تعبير C يساوي ناقص 2 أ زائد 3 ب زائد 5 أ ناقص 7 ب. إذا هنا تعابير فيها مجهول واحد، تعبير أ وتعبير ب عندهم مجهول واحد اللي هو إكس، وتعبير C فيه جوج ديال المجاهيل أ و ب. إذا خصنا نبسطوه إلى تعبير بأقل ما يمكن من العمليات. إذا تصحيح التمرين التطبيق، إذا هادو هما التعابير. إذا نبداو بتعبير أ، تعبير أ غادي تبسط بهذا الشكل. إذا 5 إكس قلنا غادي نجيبو المجاهيل إلى بعضياتهم والأعداد المعلومة لبعضياتهم. إذا هنا غتصبح لي 5 إكس زائد 2 إكس، جبت هاد 2 إكس من عند 5 إكس، وناقص 3 ناقص 2 فتصبح 7 إكس ناقص 5، أ يساوي 7 إكس ناقص 5. إذا هنا كانوا عندنا 3 ديال العمليات فأصبحت عملية واحدة. بالنسبة لتعبير ب إكس زائد 5 زائد 7 إكس ناقص 4 إكس ناقص 3، إذا الجواب هو على الشكل التالي، قلنا نجيبوا المعالم إلى مع بعضياتهم والمجاهيل مع بعضياتهم. إذا المجاهيل مع بعضياتهم هما هادو، زائد 5 ناقص 3 فغادي يصبح لي العدد. إذا هنايا إكس زائد 7 إكس هي 8 إكس، 8 إكس ناقص 4 إكس كتساوي لي 4 إكس زائد 2، غتصبح لي تعبير ب غادي يصبح لي هو 4 إكس زائد 2، إذا هو تعبير مبسط. السي
بالنسبة لتعبير السك ما قلنا فيه جوج ديال المجاهيل، فيه المجهول A وفيه المجهول B. إذا عندنا المجهول A غادي يجيبو مع المجهول A، وهنايا المجهول B غادي يجيبو مع المجهول B نفس الشيء. إذا هنايا ناقص 2 A غادي يجيب قدامه 5 A، زائد 3 B يجيب قدامه 7 B. إذا فتصبح لي ناقص 2 A زائد 5 A، إذا هي الإشارة موجبة. إذا 5 ناقص 2 إذا هي 3، 3 ناقص إذا هنايا 3 ب زائد 3 ب ناقص 7 ب. إذا هنا إشارتين مختلفتين، نأخذ إشارة العدد الأكبر. إشارة العدد الأكبر هو الناقص، إذا هنا ناقص 7 ناقص 3 هي 4. إذا التعبير غادي يصبح هو 3 أ ناقص 4 ب. الآن غنمروا قواعد النشر والتعميل. إذا القاعدة الأساسية للنشر والتعميل هي هذه، إذا كان أو ب وك أعداد جذرية فإن، إذا ك عندي واحد العدد مضروب في واحد المجموعة A زائد B، كيفاش غادي نحاول نشرو؟ إذا غادي نشرو بهذه الطريقة، ك غادي نضربو في A زائد ك غادي نضربو في B، يعني غتحول لي هذه العملية ديال الجداء لين عملية الجمع، غتصبح لي ك في A زائد ك في B. النشر، المفهوم ديال النشر هو ماذا؟ هو تحويل جداء إلى مجموع أو فرق، هي اللي قلت لكم هنايا. إذا هذا الجداء تحول لي إلى مجموع، إذا النشر هو تحويل جداء إلى مجموع أو فرق. إذا كان A و B و C و D أعداد جذرية فإن، إذا هذه القاعدة هنايا غادي نحاول ننشر هذا الجداء. إذا مجموع ديال العددين A زائد B مضروب في مجموع ديال العددين C زائد D. إذا هنايا تقريبا بحال هذه الطريقة، لكن هنايا فقط عندنا عدد واحد ماشي مجموع، رقم واحد أو عدد واحد. إذا هنايا نفس الشيء، سأضرب A في C زائد A في D ثم زائد B في C زائد B في D. إذن ها A في C زائد A في D زائد، إذن هذا هو التحول ديال الجداء إلى مجموع. B أو ثاني غنضرب B في C زائد B في D، فهم؟ إذن هذا هو النشر. إذن كان نشر هذا الجداء هذا إلى هذا، غادي تحول من جداء إلى مجموع. بالنسبة للتعميل هو عكس النشر، إذن هو تحويل مجموع أو فرق إلى جداء، يعني غادي نمشي من هنا لهنا العكس. إذن في الكتابة كا زائد كا ب، العدد كا يسمى العامل مشترك للجدائين كا وكا ب. إذن هنا كما كتلاحظوا هو عامل مشترك، يعني يكرر في العامل الأول هنا ك في A ويكرر في العامل الثاني ك في B. إذن لتعميل تعبير نبحث أولا عن عامل مشترك ثم نطبق القاعدة الأساسية للنشر والتعميل. كيف؟ هنا العامل المشترك هو ك، يعني أول حاجة باش نعمل وحدة تعبير منشور غنعملو شنو غندير؟ غادي نبحث على العامل المشترك في الحدود. إذا شنو غادي ندير؟ إذا هنا عندي ك وهنا عندي ك، غادي نحتفظ بك وغادي نضرب في A زائد B، يعني غادي نحتفظ بالعامل المشترك. إذا هنا تطبيقات، هنا غادي نفهمو مزيان. التمرين الأول خاص بالنشر والتمرين الثاني خاص بالتعميل. لاحظوا، انشر ثم بسط التعابير التالية. إذا هنايا هاد التعابير هادو ما شنو غادي نديرو لهم؟ غادي ننشر، والتعابير هادو غادي ندير غادي نعمل. إذا تصحيح التطبيقات، التمرين الأول نشر وتبسيط التعابير. إذا هاد التعبير A خصني نشرو، شنو غندير؟ لاحظ هنا 3 في x زائد 5 ناقص 4 في x ناقص 1، شنو غادي ندير؟ إذا غادي نطبق ك في A زائد B هي ك في A زائد ك في B، تحويل الجداء إلى مجموع، هذا هو المفهوم ديال النشر. شنو غندير؟ إذا 3 في x هي زائد 3 في 5 ناقص، نفتح القوس لأنني هنايا عندي الإشارة سالبة، غندخل إلى القوس غادي تغير الإشارة. إذا هنايا 4 في x زائد 4 في ناقص 1، إذا اش غتصبح لي؟ إذا 3 في x هي 3 x زائد 3 في 5 15 ناقص 4 في x هي 4 x زائد، إذا هنا دخلت الإشارة ديريكتومون، هنا نورمالمون 4 في ناقص 1 هي ناقص 4، إذا هنايا ناقص مع زائد أتسبق ناقص، ناقص لأن الجداء، ناقص في ناقص هي زائد، لأن جداء إشارتين سالبتين هو إشارة موجبة. إذا غتصبح لي 3 x، ديك الساعة غيبدأ لي، داك الساعة غيبان لي هو تعبير حرفي، يعني غادي نبسطو، إذا بمجهول واحد هو x، إذا 3 x غادي نجيبها 4 x أو العكس، و 15 غادي نجيبها 14، إذا 3 x ناقص 4 x زائد 15 زائد 4، غادي يصبح لي ناقص 1 x زائد
19 اللي هي ناقص اكس زائد 19 هو التبسيط او النشر ديال هاد التعبير. هنايا درت النشر ديال التعبير وكذلك التبسيط ديال هاد التعبير. بالنسبه لبي 4 في 2 اكس ناقص 7 زائد 2 في 5 ناقص 4 اكس، اذا نفس الشيء 4 في 2 اكس ناقص 4 في ناقص 7 زائد 2 في 5 ناقص 2 في 4 اكس الى غير ذلك، 8 اكس ناقص 28 زائد 10 ناقص 8 اكس، 8 اكس ناقص 8 اكس ناقص 28 زائد 10، اذا هي 0 اكس ناقص 18، هي الجواب هو ب يساوي ناقص 18. اذا درت له النشر وكذلك التبسيط. بالنسبه للتعبير سي 2 اكس ناقص 1 واحد ناقص 3 اكس، اذا هنايا غادي نديرو الطريقه الثانيه ديال النشر، 2 اكس غادي نضربها في واحد ثم غادي نضربها في 3 اكس، وواحد غادي نضربو في واحد ثم غادي نضربو في 3 اكس. اذا هذا الشيء اللي درت هنايا، 2 اكس ضربته في واحد ها هو ناقص وضربته في 3 اكس ناقص تحت الاقواس ناقص هنايا واحد ضربته في واحد ناقص ضربت واحد في 3 اكس، غتصبح لي 2 اكس ناقص 2 اكس 3 اكس هي 2 في 2 6 واكس في اكس هي اكس اس 2 ناقص 1 زائد 3 اكس، اذا غتصبح العمليه هي 6 اكس اس 2 زائد 5 اكس ناقص 1، غتصبح تعبير مبسط منشور ومبسط. الان غنمروا الى تعميل التعابير. التعميل هو تحويل مجموع او فرق الى جداء. لتعميل التعابير نبحث اولا عن العامل المشترك، اذا هنا عندنا ا يساوي 3 ناقص 3 اكس، لاحظوا العامل المشترك هو العدد 3، اذا 3 مضروبه في 1 ناقص 3 مضروبه في اكس، اذا العامل المشترك هو 3، اذا التعميل غادي يكون بهذه الطريقه، 3 مضروبه في 1 ناقص اكس. اذا حولت ماذا؟ حولت مجموع او فرق الى ماذا؟ الى جدا. التعبير الثاني 2 ا في ب ناقص 3 ا، اذا 2 في ا في ب ناقص 3 في ا، اذا العامل المشترك هو ا، اذا تحويل مجموع او فرق الى جدا، ا في 2 ب ناقص 3. بالنسبة للتعبير الآخر سي يساوي إكس زائد واحد مضروبة في إكس ناقص 3 زائد إكس زائد واحد مضروبة في 3 إكس ناقص 4، إذن هذا التعبير هذا هو تعبير أريد أن أعمله. إذن لاحظ هنا إكس زائد واحد وهنا عندنا إكس زائد واحد، إذن هذا التعبير هذا هو العامل المشترك، إذن غادي نعمل به. لاحظ إذن عملت به شنو بقى لي في هذا الحد هذا؟ إكس ناقص 3، وهنا شنو بقى لي؟ 3 إكس ناقص 4، يعني غادي نجمعهم، غادي يصبح لي العدد هو هذا x زائد 1 مضروب 4x ناقص 7. شنو درت من هذا التعبير هذا؟ درت له التعميل. اذا هنايا النشر هو التعميل في حالات خاصه، الحالات اللي كنطبقوا فيهم المتطابقات الهامه. اذا عندنا دي 3 ديال الامثله ديال المتطابقات الهامه اللي غتستعملوها نتوما، وكاين مجموعه من المتطابقات الاخرى. اذا هنا a زائد b كل اس 2 هي ا اس 2 زائد 2 في ا في ب زائد ب اس 2. بالنسبه ل ا ناقص ب كل اس 2 يساوي ا اس 2 ناقص 2 في ا في ب زائد ب اس 2. بالنسبه ل ا ناقص ب مضروبه في ا زائد ب يساوي ا اس 2 ناقص ب اس 2. اذا هنايا ملي كننتقلوا من هنا لهنا كنديروا النشر، ومن ننتقلوا من هنا لهنا غادي نديروا التعميل. بالنسبه للتطبيقات عندنا جوج ديال التمارين. التمرين الاول انشر وبسط، اذا هو هذا غادي نشرو المتطابقات الهامه. بالنسبه للتمرين الثاني غادي نعملو باش نحصلو على المتطابقات الهامه. اذا هنا تصحيح التطبيقات، التمرين رقم واحد انشر وبسط باستعمال المتطابقات الهامه. لاحظ هنايا 3 اكس زائد 2 الكل اس 2 غادي نطبقوا المتطابقه الهامه رقم 1 ا زائد ب الكل اس 2، اذا غادي نديروا ا اس 2 3 اكس اس 2 زائد 2 في ا في 3 اكس في 2 زائد في ب زائد ب اس 2. اذا هنا غتصبح لي 3 اس 2 اكس اس 2 زائد 12 اكس، اذا 2 في 3 6 6 في 2 12 في اكس زائد 4 اللي هي 2 اس 2. 3 اس 2 هي 9 9 اكس اس 2 زائد 12 اكس زائد 4. هنايا كنكون درت النشر ديال المتطابقه الهامه رقم 1. اذا هنايا تعبير f 2 x ناقص 1 الكل اس 2 هنايا تعبير عباره عن متطابقه هامه رقم 2 a ناقص b الكل اس 2. اش غندير؟ a اس 2 ناقص 2 في a في b ناقص b اس 2 زائد b اس 2. غتصبح لي بهذا التعبير هذايا، غادي تبعوا
النشر ديال هاد المتطابقة الهامة، فسأحصل على 4x + 2 - 4x + 1. بالنسبة للتعبير جي يساوي 5x - 2 ضروبة في 5x + 2. إذن هنايا عندي المتطابقة الهامة رقم 3، إذن هي 5x + 2 - 2x + 2، 5x + 2 - 5x + 2x + 2 - 2x. إذن غتصبح لي 25x + 2 - 4. إذن هذه هي المتطابقة الهامة رقم 3. إذن غنمر الآن للتمرين رقم 2 وعمل ما يلي. إذن هاد التعابير التالية غادي ندير لهم التعميل باش نحصل على المتطابقات الهامة، يعني غادي نرجع من النشر إلى التعميل. إذن التعبير يكتب على شكل A + B + 2 غادي يساوي A - B ضروبة في A + B. إذن هذا التعبير هذا يا أش كيتكتب على الطريقة هذه، يعني على الطريقة ديال المتطابقة الهامة رقم 3، يعني A في هذه الحالة كيساوي لي 3x و B في هذه الحالة غادي يساوي لي 3. إذن التعميل ديال هذا التعبير هو 3x - 3 ضروبة في 3x + 3. بالنسبة للتعبير اي إذن غادي نعملوه بهذه الطريقة هذه. إذن هنايا غادي نحاولوا نبينوا المتطابقة الهامة رقم 1. إذن هنايا هي 2x، هاد 4 هي 2 + 2، x + 2 + 2 في 2x + 1 + 1 + 2. إذن هنا 2 × 2x = 4x + 1 + 2. إذن هاد التعبير يكتب على شكل A + B (2A +2) / A + B (2B) على شكل المتطابقة الهامة رقم 1. إذن التعبير غادي يصبح هو 2x + 1 / 2. إذن التعبير الجي والأخير 4x + 2 - 12x + 9. إذن بنفس الطريقة غادي نبينوا المتطابقة الهامة رقم 2. إذن هنايا هاد 4x + 2 هي 2 + 2 / 2 × 2 = 2x + 3 / 2x + 3 + 3. غتصبح لي التعبير يكتب على شكل A + B / 2 يساوي A + 2 / 2 / A + B + 2 على شكل المتطابقة هامة 2x + 3 / 2. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد. هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو القادم إن شاء الله غادي يكون فيه المعادلات. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، تدعوكم إلى الاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.